بصراحة في ناس عايشين جوات هذا البيت وأنا للأسف مضطرة كتير استعمل رجلي معهم لحتى أضربهم، بس شوفت عينك مالي قدرانة. مو مهم، فيكي تساعديني يا دكتورة؟ ما فيني استنى، فحصيني فورا. أنا يعني أنا ليش كل هالتردد؟ شو قصتك؟ احكي يا دكتورة. حضرة الدكتورة لو سمحتي فوتي بحصيني. بس تعال. لحظة، ليش عم تطلعي فيهم؟ تعالي تعالي، أنا كتير موجوعة يا دكتورة، تعالي معي، تعالي امشي. غريب، هي التقارير ما بتحمل المعالجات. حتى هدول الأدوات غريبين كتير. ايه؟ هدول بجيبهم معي من المشفى. فيني شوفهم؟ ما بتخجلي حميدة؟ إذا ما اعتبرتينا أعدائك وجهي كلامك إلنا. الدكتورة جاية كرمال غزل، ليش عم تتحركشيها؟ يبدو صاير إزعاج العالم عندك عادة. أول شي تركتي بنتك بالبيت لحتى تستفزني وتضايقني، وبعدين بعدتي ابنك، وآخر شي إجيتي بذات نفسك لهون. إذا ناوية تدفعينا تكاليف علاجك فلا تحاولي، في مشافي بالبلد كتير بتتكفل فيكي. روحي وتعالجي بوحدة منهم. تفضلي معي، يلا تعالي غزال. تجاهليها وما دخلنا فيها أبدا، خلينا نفوت لجوا. يلا بنتي. الوضع هلأ خطير، تعالي بكرة لهون. صار من الضروري أنقل ملكية البيت لإسمي فورا، وإلا بخسر البيت كمان. جهزي الأوراق المطلوبة، بكرة ضروري انقل ملكية قصر عيلة اختار على اسمي، بس انتي جيبي لي اياهم ولا تاكلي هم التوقيع، انا رح خلي حيدر يوقع عليهم. انتبهي، ما لازم حدا يعرف انه نحن عم نتواصل مع بعضنا. كأنها ما لها معالجة فيزيائية. بظن كلامك صحيح، في شيء مانو مريح فيها. هدول عيلة اختار يا حافظ، لهيك طبيعي تكون مالك مرتاح. مو صعب علي أعرف إذا هالبنت فعلاً دكتورة ولا لا، أول ما شفتها شكيت فيها. لو الموضوع ما بيخص بنتي ما كنت اتدخلت فيه بالمرة. عم بحكي على اللي شفته، غزل والستين عم بيخططوا ليعملوا مصيبة جديدة بهذا البيت. لازم نلاقي شي طريقة لنوقفهم، وإلا ما رح يضل عندك بيت تتقاوي فيه. عم بحكي لمصلحة الكل، هينا وغزل مانو ناويلكن على خير، ولهيك لازم نفتح عيوننا منيح. يلي عم يعملوه ما بيطمن،
نحن لازم نوقفهم، وإلا مثل ما قلت لك رح يروح بيت العيلة من بين إيديك. بحياتي ما تخيلت إنه مرت عمي تتغير لهالدرجة. غزل عم تتحكم فيها مثل اللعبة بين إيديها، عم تنفذ كل شي بتقوله غزل. ما أنا منتبهة إنه عم تأذينا. بتمنى من قلبي تنتبه لتصرفات غزل قبل ما يفوت الأوان ونخسر كل شي. الله يهديها وتنتبه، بكفينا كل شي صار فينا. بدي أعرف لشو عم تخطط غزل بهاي اللحظة. شوفي، ليش عم تبكي دعاء؟ لا، إذا بصر لك شي حيدر أنا رح موت. دعاء؟ حيدر، آسفة ما انتبهت لك. من إمتى وأنت واقف هون؟ دعاء؟ دعاء ليش عم تبكي؟ فهميني من شو متضايقة؟ عم ضل أسألك وأنت ما عم تقولي شي، شو اللي صاير؟ ولا شي حيدر، ما فيني شي. شو هالمشكلة؟ دعاء صار لها كم يوم وعلى طبيعتها، شو ممكن يكون صاير؟ شو الموضوع؟ ليش متوترة كتير؟ حتى أهلين أمي، قوليلي وينك أنت حبيبي؟ أمي، شو القصة؟ ليش عم تبكي؟ كل شي منيح؟ شوفي ابني، تعال فوراً، نحن بحاجتك. أمي، رجاءً، أنا راجع على البيت، بس قولي لي شو فيه. ليش هيك صوتك؟ ما تطول هلأ، بس تجي بحكي لك كل شيء، مهم مستعجل. أمي، ألو؟ ألو؟ شو صاير بالبيت؟ لازم أرجع فوراً. ما شاء الله، ما شاء الله، عن جد طلعتي ممثلة شاطرة كتير أمي، بعترف. بس بالمقابل يا ريت كان فيني قلك نفس الشي عن رفيقتك المحامية. شفتي شلون تلبكت؟ برأيك فيها تكمل معنا؟ رح تعرفي كل شي عن قريب أمي، بس تفرجي علينا، الخطة تبعنا مستحيل تفشل. بوعدك إنه عن قريب قصر اختار الكبير رح يتسجل باسمي أنا. بدي توقعي هالوراق بصفتك شاهدة قبل ما يوصل ابنك حيدر. شغلتي اقنعه انه هدول الوراق كلهم بيخصوا حالة غزل الطبية، وهيك دعاء ما بتنتبه لأي شيء. لا تشغلوا بالكم، يلا خلونا نكسب الوقت. ايه يلا فورا. هاتي، وين وقع غزل؟ امسكي هاد، وين وقع لك انا؟ بهي الزاوية؟ ما بدي خربت.